كنقول كاع الممثلين يعني خصهم ضروري يحضروا المهرجانات بحال هاد الشكل بحال هاد المهرجانات يعني هاد المهرجانات لان خدمتنا وخدمتنا السينما يعني السينما ملي كتسد راه كتحتير خاصة الممثل يعني الممثل بدون سينما صعيب شويه الحال فتنقول للناس يعني بقاو تحضروا الافلام يعني تفرجوا الافلام حنا دابا في التجريب يعني حنا باقي ما قادرينش نديروا فيلم مغربي حنا كنديروا حكايات والسينما ديالنا الله بدات ويمكن من 2007 بدا الناس كيعرفوا كيجيو للسينما وهذا وبداو افلام اللي وليت كتشوف عليهم الناس كيحضروا داك الشيء وهذا الشيء كيفرحنا وكنقول لهم تبارك الله عليكم تنموت عليكم ديسمبر الفيلم الجاي وتبارك الله عليكم انا الجمهور ملي كنتسال على واش انت تجيب الجمهور كنقول الجمهور اللي كيجي عند عز دايا يعني كراس الجمهور اللي كيخلص من عنده والجمهور هو النجم والرقم واحد في الشباك عمرنا حنا ما نكونوا ارقام حنا تنديروا افلام ويمكن تنقول انا دائما انا اخو المغاربه الكبير تنغلط كيسامحني كندير شي حاجه كيسامحني تنقول تبارك الله عليكم وساعه سعيده. باش تبقى الخبر فراس ما عليكم غير تشتركوا في لاشين يوتيوب ديالنا وما تنسوش الضغط على جرس الاشتراك باش تبقى ديما الخبر فراسك.